وراح نبدأ يوم السبت. وجودنا اليوم مع بعض لعرض النقاط اللي اشتغلنا فيها لليوم، آلية التنفيذ، كوادر الصحي وكوادر القطاع الإنساني. طب على أن نستطيع في المراحل المقبلة بقية الشرائح المسبب في اللقاء اللي هن كبار السن فوق 60 سنة من العمر وكوادر القطاع العام. أتشكر منظمة الصحة العالمية واليونيسيف والمنظمات الداعمة جميعا بحيث بعض الأصدقاء والأطباء والفاعلين بالمجتمع. تم التلقيح بهذه المنصة، تم تصوير التلقيح. الفئات المستهدفة بالمرحلة الأولى هن الكوادر الصحية والكميات الوافدين، لننتقل إلى تنظيم الفئات الأخرى المستهدفة. شكرا لكم. إذا هناك أي سؤال إن شاء الله جاهز. السلام عليكم. يعطيك العافية. مثل ما عرض الدكتور ياسر، عرض المعلومات الكاملة عن حملة التلقيح راح تنعرض عن وصول السبت إن شاء الله. تم استلام جرعات اللقاح 53,800 جرعة، وتم إلقاء محافظة الضيف. اليوم استكملنا التحضيرات لتنفيذ الحملة بخطط وكوادر مرتبة للحملة. لدينا في محافظة الضيف 56 فريق لقاح، طبعا بهدف الوصول للتقيد باعلى معايير السلامه ضمن الحمله. سيكون معنا في الحمله ضمن محافظه الضيف الكوادر من العناصر تقضي ذو الشهادات والكفاءات العاليه، وتم تدريب فرق اللقاح منذ السبت الماضي.